السلام عليكم ليكيب، شرا تكونوا بخير وعلى خير. جولة جديدة في عنابة. اليوم بدينا نصوروا جهة ليزالمون باش الزبيرة ورانا، احنا رايحين جهة لونزيام. جهة لونزيام نبداو مع العمل، كل مرة بدينا نبداو ان شاء الله الملعب. وين بيليش نادي وجهة حي الأبطال. السلام عليكم. والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يزور مؤسسة قطر وفروعها ويستمع لشروحها لأفراد الجمعية الوطنية بالخارج، فتحدث أمام كل المخلصين للمشاركة في مسار بناء الجزائر الجديدة. التوقيع على مذكرة التفاهم بين الجزائر وقطر لتوسعة الشركة الجزائرية القطرية للحديد والصلب العربي جل لإنتاج أكثر من 4 ملايين طن سنويا. وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يكشف للقناة الأولى عن تاريخ 28 مارس لصب منحة البطالة التي أقرها رئيس الجمهورية. المنتدى الدبلوماسي للتضامن مع الشعب الصحراوي يؤكد من الجزائر على ضرورة التعجيل في تصفية آخر مستعمرة في إفريقيا. مستمعينا الكرام، لنتوقف بنصت وإياكم لأذان صلاة الظهر.
ايكيب جبنا المكتوب، احنا هنا من كازنوس بيراوتر كازنوس، نخرجوا على البالمي نورمالمون. في المشكل في الكارتي هذا درك عندها قريب سمانه من عندي انقلب وبل مازال ما تهزتش، ما عرف علاه يا اخي الكارتيات كلها شويه لاباس هنا برك لي كما جاء في العناوين، كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شفاف خلال فورم الأولى لبرز برزاق عن صد منحة البطالة ابتداء من تاريخ 28 مارس. نستمع. بهذا المنح كل من هو يحوز على عمل أن لا يكون مسجلا في مؤسسة تعليمية، أن لا يتوفر الزوج على أي دخل أي كيف، ما كانش ملف ورقي، هو كيكون مسجل في الموقع الإلكتروني تاع الوسيط، لا داعي يروح إلى الوكالة بيسجل روحو، اتفاق مع البريد، نهار اللي راح يتوشيو هاد لالوكاسيون شوماج راح تمد 28 مارس. وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شفاك بأنه ومن خلال جهاز المراقبة سيتم متابعة الملف وعليه يتم شطب كل من ليس له حق في منحة البطالة. عنده ريجيس دو كوميرس، عنده مؤسسة، راهو نلقاوه في لاكاسونس، ما نلقاوه، كل هو عنده بطاقة تاع فلاح، يخدم فلاح، راهو نلقاوه عنده غرفة فلاحية في البطاقة تاعها، كل هو حرفي، رانا نلقاوها في الغرفة تاع الحرفيين على مستوى وزارة السياحة، هذا هو يعني الجهاز للمراقبة، كل واحد ما يسجل روحه ندخلوا ديريكتومون في المنصة تاع هذه المؤسسة، وإذا كان عنده اون بونسيون دو روتراي راهو نلقاو في راسي أنا اللي بلي عنده منحة، احنا لازم نوصلوا اللي بلي ما عنده أي مدخول. أكد المشاركون في أشغال المنتدى الدبلوماسي للتضامن مع الشعب الصحراوي بالجزائر أكدوا على رغبة التعجيل في تصفية آخر مستعمرة في إفريقيا والمتابعة لأحلام جنس. التزام حكومة شعب جنوب إفريقيا بالتضامن وبالمواقف الثابتة المتطابقة مع الجزائر بشرعية القضية الصحراوية وبحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وما جدد على التأكيد عليها سفير جنوب إفريقيا بالجزائر لوسيلا باتريك. مسألة الصحراء الغربية بالنسبة لجنوب إفريقيا تعتبر أكثر من ضرورة إلى جانب كل القضايا الحساسة في القارة، وتدعم جمهورية جنوب إفريقيا وتصر دائما على أن بما في ذلك قضية الشعب الصحراوي لا بد أن يتم حلها ضمن حدود القارة الإفريقية. لذلك كنا مستعدين خصوصا على صعيد الأمم المتحدة وعلى مبدأنا بإيجاد حل للقضية الصحراوية بإعطاء العدالة الممكنة. سفير الصحراء الغربية بالجزائر عبد القادر غالب عمر وصف المنتدى الدبلوماسي للتضامن مع الشعب الصحراوي بالمحطة الهامة لتجديد المطالبة الأممية بالتعجيل في إنهاء الاستعمار تزامنا مع ذكرى 46 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية. مناسبة للتعبير عن التضامن مع اتفاق الشعب الصحراوي ومطالبة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها للتعجيل في إنهاء تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتسليم تقدير الاتحاد الإفريقي وموقفه، يطمئن بأن الجزائر بجانب أصدقاء في جنوب إفريقيا تطمع أنهم يجمدوا العضوية، طالبوا بحماية مدنيين صحراويين من القمع المغربي في الأراضي المحتلة وحماية الثروات. تجديد للمطالبة بدور الأمم المتحدة للقيام بمسؤوليتها تجاه هذه القضية العادلة وبدور الاتحاد الإفريقي بإقرار بنود الميثاق التأسيسي للاتحاد. تؤمن الاستماع إلى هذه الأنباء من إذاعة الجزائر شريط المختصرات الدولية مع عبد الناصر كسر. محمد الياحة ثانية المسؤولية عن تفجير الأوراق. البرلمان العربي
سجلت النقاط الثلاث بهدفي حمدي بالعيد وحامي محمد الأمين المسجلين عن طريق ضربتي جزاء، وهو الفوز الأول لأبناء الجنوب الجزائري بعد الخسارة في المباراة الأولى بجنوب إفريقيا ضمن دور المجموعة. فوز يتحدث عنه مدرب شبيبة الثورة حسن يعقوب في مكان متوسط ولا يعفو اللاعبين مع اخطاء المباراه الاختلاف في هذه المنافسات يبدو الى ان النمو تحسن من الارض في كل شيء يوصل في المرمطه على نفس المسائل سجل المنافسه الاخيره كره من جهه الحمد لله مازالت المباراه القويه تكون صعبه بدا في الاسبوع القادم امام التحدي ليتصل في الارض التعاون ضرب بايرنس على ان تسعى الى الوقت الاسبوع ان شاء الله باش نحاول نفرق المنافس ونكون جاهزين ان شاء الله باش نسلم النتيجه ترضينا ترضي الانصار وتخلينا في السباق ان شاء الله. شبيبة الثورة بفوزها أمس تحسب ثلاث نقاط في الرصيد رفقة أورلاندو بيراتس والاتحاد الأهلي هذا الأخير الفائز على النادي الجنوب أفريقي أمس بثلاثة أهداف لهدفين، وهو الذي يستضيف شبيبة الثورة الأحد المقبل، والمجموعة تبقى بنافس مباراة مؤجلة بين إف سي ليوبار والاتحاد الأهلي. محليا أعلن رئيس الفاف شرف الدين عمارة أمس اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين الشان التي تحتضن الجزائر شهر جونفي من السنة المقبلة. سرعوا المكتب الفيدرالي ورئيس لجنة المالية رشيد بوكالي فيما سيكون ياسين بن حمزة نائبا له. هذا الأخير أي ياسين بن حمزة عين أيضا رئيسا للجنة تنظيم بطولة أمم أفريقيا لأقل من 17 سنة المقررة بالجزائر في أبريل 2023. أعلن اليوم نادي بريست الفرنسي عن فتح تحقيق في واقعة تعرض الدولي الجزائري يوسف بليلي لإساءة عنصرية خلال مباراة أمس أمام رامس المحتملة الرياضي التي كسب أهليتها الجزائري يوسف بليلي. ونختم بكرة اليد حيث وافق الاتحاد العربي للعبة على طلب الاتحادية الجزائرية بتأجيل البطولة العربية للأندية الفائزة بالكؤوس للرجال والسيدات التي كانت مقررة بمدينة هانزي من الفاتح مارس الداخل إلى 11 من نفس الشهر. وبإخبار الرياضة هاتين شريدة كانت في إخرازها حسيبة في داخلة تنتمي لأبرز المجال. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يزور مؤسسة قطر وفروعها ويستمع لشروحات حول مؤلفات ومخطوطات المكتبة الوطنية بالدوحة. رئيس الجمهورية يؤكد خلال لقائه بأفراد الجالية الوطنية بالخارج فتح المجال أمام كل المخلصين المشاركة في مسار بناء الجزائر الجديدة. وتحكي على مذكرة التفاهم بين الجزائر وقطر لتوسعة الشركة الجزائرية القطرية للحديد والصلب بجيجر بإنتاج أكثر من 4 ملايين طن سنوياً. وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يكشف للقناة الأولى عن تاريخ 28 مارس لصب منحة البطالة التي أقرها رئيس الجمهورية. المنتدى الدبلوماسي للتضامن مع الشعب الصحراوي يؤكد من الجزائر على ضرورة التعجيل في تصفية آخر مستعمرة في إفريقيا.
الشراء. عنابة هذا المساء، روبورتاجات، أخبار محلية ووطنية. عنابة هذا المساء، منوعات وترفيه. تابعونا. بشوف كل حدود
صح اخوي، ربي يسهل ان شاء الله. ليكيب كما شفتوا جبنا المكتوب هنا، رانا وين باطيمات بو قنطاس، درك نرجعوا نورمالمون نرجعوا على شو اسمه علي زنقروا ونشوفوا كيف هي جنازة. ربي يرحمه ان شاء الله، ربي يرحم جميع الناس. جهه الرضيه تاع سيدي عاشور
بارك نادوا على نادوا الجميع سيدي عاشور صورنا وقت
حملته ولا ما دامه؟ لغتي دانس عطيته. هادية زيارة مرتقبة الأسبوع القادم لوفد من كوفة الدرانية في أرباب العمل يعنب إلى تونس تتمة لما اتفق عليه أو اتفق عليه مقالة البلدين لأجل ليكيب. احنا هنا في البالمي طريق شوية مرسى بنت اليهود ترجمة
النداء وكلف السيد قبدور رشدي بالحضور الى استديوهات اذاعه عنبة الجويه من اجل التوضيح بعد كثير من الامور، بعد كثير من التساؤلات والانشغالات التي طرحها السكان وساكنه عنبة في هذا الموضوع، حيث ما كانوا يتحدثون يطرحون علي الاسئله في هذا الموضوع. واليوم سنلبي رغبه الساكنه، ولهذا سنفتح خطوط الهاتف طبعا للمواطنين للاستفسارات حول المرفق العام للحالة المدنية كما قال السيد قدور 038 40 54 54 038 40 54 89. نعاود 038 40 54 84 038 40 54 89. مرحبا بك سي قدور رشدي مجددا. اذا كيف تشخص لنا وضعية المواطن فيما يخص استخراج وثائق الحالة المدنية وكل الوثائق الأخرى المطلوبة التي يحتاجها المواطن في إطار حياته اليومية؟ نعم، إذن سي قدور راشدي الكاتب العام لبلدية عنبة، هذا تشخيص للوضع، ولكن احنا شفنا يعني زرنا مختلف مراكز ومقرات الحالة المدنية كما قلنا فيها وعليها. ليكيب حنا هنا وين باطيمة الإعلام جبنة ليهود توجور، هكا شوية نكملوا الفيديو تاعنا، إن شاء الله تكون عجبتكم الجولة، خليكم على خير ونكون ثلاثة وغدوة إن شاء الله، السلام عليكم. كاين شق على المواطن وشق على العمال، إذا نبدأ بمشاكل العمال، يعني العمال يجدون العديد من المشاكل من طرف المواطنين، خاصة الطلب. مازال واحد باش يطلع لقمة واحد يجي يطلع 10 القامة، كي يهضر معاك لاجون، لاجون يقول له واش راح دير بها كذا، واحد طلب من عليك كذا يقول له اعطيني 5 باش نخباها اوكاو، ولهذا يقع بعض المشاحنات بعض الكلمات نابية بين العامل والمواطن. وقبل كل شيء نشير انه احنا في سيتيتنا نشرفوا على المرفق العام، نحن في خدمة المواطن. احنا نخدم المواطن يجي يطلب وثيقه تاعو، احنا ملزمون بتقديم هذه الوثيقه او تقديم الشروحات الضروريه للمواطن القانونيه والضروريه للمواطن حول تلك الوثيقه. وبطبيعه الحال احنا من خلال الممارسه بالتجربه لاحظنا ان المواطن الجزائري احيانا ما يحتاج حتى الوثيقه يجي يطلبها. يطلب وثائق اللي مش مذكورين اصلا في القانون، يعني فيه مشاكل كبيره يتعرض لها الموظف اثناء ممارسته للمهنه على مستوى الحاله المدنيه من خلال هذه التصرفات على المواطنين. كمثال حي فقط، يعني كما حي تاكسيوريتي كما نقول. الان السلطات العموميه المركزيه قررت منحه الايطار الى احد المواطنين، القوانين اللي تحكم المنحة هذه مازالت ما صدرتش صدر المرسوم اللي يحدد الكتاب ويحدد القيمة، ولكن الملف وكيفية التسجيل مازالت ما صدرتش. ورغم ذلك بيروح للبلدية لشون بارك يلقى التوافق كبير وكبير جدا للمواطنين باستخراج الوثائق هذيك اللي الملف مازال ما السلطات العمومية مازالت ما عندتش الملف الضروري للمنحة هذه، ورغم ذلك الناس تجي تطلب آلاف الأشخاص يتقدموا يوميا منذ بعض الأيام لطلب وثائق الحالة المدنية للتسجيل في هذه المنحة. ولذلك احنا نطلب من المواطن يلتزم أولا بما هو مطلوب، مصالح البديل مفتوحة 3 أيام في الأسبوع مدى طبعا مدى جمعة وسبت، جمعة وسبت فقط مفتوحة على مستوى المقر المركزي على مستوى الملحقات لإصدار هذه الوثائق، فلا داعي الإنسان يجي أنا بقي واحد الوقت أعطيني ربع القانون، أعطيني ربع القانون، أعطيني ستة، أعطيني دو ريزيدونس، لا ريزيدونس مثلا مطلوبة في ملفين فقط، بطاقة التعريف ولا جواز السفر فقط، ورغم ذلك أعطيني، أو القانون ما يطلبش عليك لا ريزيدونس، لا ريزيدونس مش مطلوب، أعطيني ريزيدونس، أرفع لي ريزيدونس.
فيه يعني فيه مشاكل كثيره كان فيها متسع من الوقت نتكلم عليها. تكلم تفضل تكلم عليها ناضب كل حاجه. فيه وثائق اخرى من المفروض مش موجوده حتى الادارات يعني الادارات الرسميه نتكلم مش المواطن تطلب احيانا تطلب وثائق اللي هي اصلا مش مطلوبه. مثال على ذلك انا انسان يتقدم الاداره ما تقول له جيب لي شهاده الحياه هو بتقدم بنفسه بنفسه بطاقه التعريف الوطني اللي تثبت باللي هو هو يطبع عليه يقول له جيب لي وثيقه تثبت الحياه. المشكل هذا هو المشكل. هذا هو المشكل. بعض السيدات استفادوا من مثلا من منحه الروتريت تاع زوجها توفى هي في عمرها 60 70 سنه